انا ما زقيت في جلساتهم ولا ترى ما اعرف العلوم. معليش اصبر بس اقرا هناك لا يا محمد اصبر. تعال تعال دف بطينك يبي حكاكه يبي حكاكه ترى الله يجمل عيشه والبرق اشخاص برا. اي الكرتون اللي عند العويسي اول ما تدخل الكرتون الاصفر اللي فيه خبز وفيه لبن على الدولاب العويسي تلقى فيه شطه عطره. الكرتون حق ذاك حق الناوي جيب منها الدقوس العشاء ذا تدري انه مغل فيه وراك متعشين ربع تعشوش تعشين وبيجوك ذا الحين برد يا رجل. اي من جاني تكفى وليد قول انتم مكر شوف الجدال معي معطيه ما ادري اهل ابراهيم ما ذاك وعيشه وليش ما انتم مكر قول انتم مكر لا لا يا ولد محمد جعل ابوك الجنه واخر واخر قاعد تعال لك لا خلي الحكاك دقيقه بخلي الحكاك انت اخذت لك ساعه برد تبع الحكاك يا ابو فالح ليش قالي وش السالفه يا وليد؟ انا متاكد وليد ما يعرف السالفه. عدني عدني دقيقه عدني عدني خلني عدني دقيقه ما عليه ما عليه جيب لي اللبن هلا الدجاج يوصل تكفى يا ولا تعال 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 دقيقه خلني الحته خلني الحته هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا لا والله والله بس جنب العيشه والبرد اشخر فلاح يا ولد تكفى قط اللبن تكفى قط اللبن انا مع سيف مع سيف خذي واحد وليد تعال وليد مجوه لقيت ذي ولا ما لقيتها؟ ما لقيت تعال في دقوس حق الناضج وين رايح؟ هو بجي فيه تعال اهل ابراهيم يا الربع اهل ابراهيم هاي وينها واخضر لا صدق شكرا شكرا تحياتي واشواقي الحاره للشيف الشيف ايوه باقي صدق عندي ايوه للشيف يا وليد الله يعطيه العافيه ما قصر سوى لنا والله ما ليش ويشه ويشه ايوه الله يعطيك مؤدبين وشاطرين وحلوين كذا انتم حلوين جاي سموا واذكروا والله قولوا بسم الله عليك يا فضل الله حسدتني عشان الصدى بعطيك بعدين بعطيك سر الخلطه حقت الصدى بسم الله عليك راح اغسل وجهك خياك وناس صادم انت في لقيتها وليد حياك الله يا وليد الله يعطيك العافيه تعال بيض الله وجهك جمل حالك وكثر خيرك والله ما ذوق اقسم بالله والله ما ذوق والله ما يحدر مع ذنب خلاص قم اهدى اهدى اقعد اقعد انت اللي ما تعشي خلي غيرك اللي متعشي ما بعد اقعد لا لا بجي بجي والله ما اجي لهنا اسامه تعال بعوضه اسامه والله تجي اسامه بالعوضه والله تجي محلك فاضي الله يعطيك العافيه يا وليد محلك فاضي وجمل حالك من يابا من التراز ذا ولا يهين حط لي سامي انت الاحلال خلص والله نجيب الله حط لك محمد حلكم تعال اقرب تعال 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 اقرب اقرب تعال 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 اقول من قال لك اقرب 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 انا حال والله انت اقرب والله والله انت اقرب والله لقو بس 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 بسم الله الرحمن الرحيم شوي سيو سيو شوي
اليوم اليوم برد يلا وجهك يا ابو ناصر كيف ما بتجي الكبسه تعال احمد والله الذي لا اله الا هو والله الذي لا اله الا هو نخلص والله اني خلاص يا ابو اعطوني عشان مو عشان اقول لا اله الا الله عايبين يا خلاص احمد تعال تعال هلا اجلس هلا طول عمرك مال العافيه سمع ولا سمع سمع احمد حبي حب ما حبيت الا اللي يحبك يا ابو متى يا اللي ما شاركتونا في البارتي قاعد نغني اي بارت انتم من هنا بارت عند الجني ذا لا ما عند الجني هذه بس حركات اللي ما تصلح مزاجهم مزاجهم يعني زي مزاجنا بس مودهم غير ها مودهم غير كان جيتوا شاركتونا ولا خلصنا نروح بزاويتكم هناك ونشارككم تضبط الاشياء ابشر بس ان نلحط على بعض ما تصلح لا لا ابشر المره الجايه طلع من قال والله تم على والله خشمي يا ابو ناصر ما قال لي شاب قلنا تم اي بالله ابشر بعزك ضاري كلم ضاري فلاح ضاري عندك فلاح وين الربع؟ ضاري برا من فراغ باري يا بلعج غليلي باري شاب بضوخ خليني باري قاعد يجيني قهوه الشاي انا مره ليه عشان ما ضايقناكم بس ايوه ضايقتونا لا بالله اول من بدا البارت تروح تصفقناك وتصيح احمد لي لا بالله ما هي مقصوده طيب. لا لا احنا 53 يوم نعرف المقصود اسمعني اسمعني بس هي من ناحيه النيه طيبه اكيد النيه طيبه بس النيه طيبه انا اقولها لا المفروض يكون بيننا تناغم بيننا تفاهم والله انت ما ادري دخلت ونيدي تقل ما ادري انا شوي لكن والله النيه طيبه يا ابو ناصر انا ما اهرجك في النيه بس في ما هو بالنيه اما من ناحيه تكلم بالتناغم تناغم احنا ما عاد التناغم يضبط بيننا الحين يصير يا اخي هي ما بخطا علي انا بس انه الحين تصدق تدري بقول انا اللي معي وشو تدرون اللي معي